أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندي علبة الورنيش السفنجة بتاعت شالت وهي لسه جديدة، قلت أحاول أتصرف وأحط لها سفنجة. هشارك معكم الفيديو وأشوف ينفع ولا ما ينفعش. جبت انا سفنجة يعني قريبة من اللي كانت عليها، نحاول نقص حبة كده على قدها. قصيناها يعني كده، مسدس الشمع حواليها كده الحافة. نضغط عليها كده من الجناب. الأطراف برضو كده أنا بحب تثبتها كويس. لزقت ولو ما لزقتش بحاول ممكن أديها حاجات بسيطة كده، بس هي كده تمام. نحاول نجرب كده على أي حاجة. تمام، طبعا اللون شفاف مش هيظهر، لكن ظاهر على هيبتدي مع كده. والورقة مبلولة اهي 10/10 ما شاء الله، زي يمكن احسن من اللي كانت فيها، اتقطعت بسرعة. والفكرة نجحت. ده كان فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو ما تنسناش من الاعجاب والاشتراك في القناة عشان تساعدونا ننشر مزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.